مع ثوابته في فرض الأمن على الأرض العراقية، يسجل جهاز المخابرات الوطنية العراقي إنجازاً جديداً من خارج الحدود، جهد استمر لسنوات من التعقب وبتوجيه شخصي من القائد العام للقوات المسلحة، نجح فيه بإلقاء القبض على اثنين من أخطر قيادات داعش الإرهابي واقتيادهما إلى العراق. الإرهابي عصام عبد علي سعيدان المكنى بأبي زيد، إعلامي ما يسمى ولاية الفلوجة، والمتورط بذبح الجندي كاظم الركابي، والمتورط أيضاً بتوثيق قتل الجنديين مصطفى العذاري وسمير مراد الدلوي. حتى أجيب الجندي كاظم وياي اثنين عناصر الأمن من السيارة خلي بها بالجنطة يعني، وأخذت المكان القصف وقفت، كان هو على ركبتي يعني بالأرض تحتي يعني، وألقيت كلمة كانت يعني معدة سابقاً خاصة بالعداني، فألقيت الكلمة خلصتها تم ذبحها يعني بحربة، ورفعت الرأس ويعني ألقيت كلمة ثانية. الإرهابي بشير عبد علي سعيدان المكنى بأبي أحمد اتصالات، عسكري ما تسمى ولاية الفلوجة، والمسؤول عن العمليات الإرهابية بالفلوجة عام 2014، الذي كان يتولى عمليات تأمين وتشفير اتصالات قيادات العصابات الإرهابية. اتصل بي أبو حسان، كان يشغل منصب نائب والي بالفلوجة، وطلب من عندي أنه أبايع وألتحق بالفلوجة، فرحت للفلوجة التقيت بأبو حسان، رددت البيعة وكلفني أنه أقوم بمنصب مسؤول اتصالات الولاية، تشغيل البدالة وتوليف القبضات، وكان كنيتي هناك أبو أحمد اتصالات، واشتغلت بالبدالة، البدالة ما اشتغلت يعني، فقمت بتوليف القبضات اللي هي هاي عبارة عن هاي تيارة وأتش واي تي، وربطها وتأمينها يعني بداخل الولاية بين المقاتلين. إنجاز يؤكد خبراء أنه يصب في تحقيق أهداف حكومية بالمضي قدما نحو عراق أكثر استقرارا، كما يسجل بصمة جهاز المخابرات الوطني في القبض على من عاث في البلاد خرابا، نتائج تحقق طموحات العراقيين الذين يبحثون عن وطن ويريدونه آمنا لا تعود يد العبث فيه من جديد.